فيها عشان دلوقتي بينضم لي احد كباتن ونجوم النادي الاهلي في العصر الذهبي فتره التسعينات وقائد خط الدفاع الكابتن عمرو الحديدي. كابتن عمرو مساء الفل. الو يا حماده، ازيك يا كابتن عمرو، اخبارك ايه؟ ازيك يا محمد، اخبارك ايه يا حبيبي؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب وبخير دايما يا رب. اولا سعيد جدا بوجودك معانا، لان عايز اتكلم معاك في نقاط فنيه، وبصراحه يعني بستمتع لما اسمع رايك الفني في بعض المباريات وبعض اللقطات. ماتش سيمبا امبارح ابرز النقاط اللي شفتها، وهل المباراه ليها تاثير على لقاء سان داونز؟ فبالتالي كان التفكير في المرحله اللي جايه، لان المرحله اللي جايه بعد 72 ساعه مش بعد شهر او شهرين. فشايف ماتش سيمبا ازاي؟ وكمان لو ليك تعليق على لقاء سان داونز ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي. بص، اول حاجه هنشتغل على مرحله اولى هي مباراه سيمبا، وانتهت احنا بنقول الف مبروك صعود النادي الاهلي. ده الجزء اللي احنا بنتكلم فيه اولي. الجزء الثاني احنا بنقول لعيبه النادي الاهلي انتوا شفتوا وتوقعتوا ان في ناس بيقدروا يتجرأوا ويهاجموا النادي الاهلي. اوليفيرا امبارح كان بيشتغل مع النادي الاهلي. مظبوط. اي مكولر بيذاكر وبيشتغل تحليل اداء غيره نفس الكلام. الراجل اشتغل على النادي الاهلي ضاغط من اول دقيقه، ويبتدي يشتغل على مرحله الترحيل، بتروح جايه علي معلول يرحل ثلاث لعيبه، وبيكثف عدد لعيبه نص الملعب عشان يقدر يستحوذ على مجريات المباراه ويقدر يتحكم في رتم المباراه. صحيح. اعتقد ان احنا خدنا درس. اول مره اقولها يا محمد ان كولر في مباراه سان داونز 5-2 كان هنقول لسه غريب على الدوري الافريقي وما تعاملش مع بطوله افريقيا قبل كده، كان بالنسبه له الموضوع بعيد شويه. اكيد. كان لسه شاب جديد او نجم جديد بيصطع في عالم النادي الاهلي لتقديم اوراق اعتماده للجماهير وتقديم اوراق اعتماده للعيبه. الراجل دلوقتي امبارح ادائك البادي لانجوج امبارح وانت بتاخد قرارات والرياكشن بتاعك كان باين انك غايب عن اللقاء. صحيح. كنت قلقان. حتى اما خدت قرار التغيير هيعمل ايه موديست في خمس دقائق؟ نزل في الدقيقه 86. بالظبط. هيعمل ايه رضا سليم؟ انت فكرت تفكيرين. فكرك الاول انك انت فكرت في رضا سليم في مباراه الذهاب هناك على اساس ان يقلل الضغط، ان رضا سليم بيعمل الحته الدفاعيه والحته الهجوميه وعنده من السرعات والشخصيه اميز من حسين الشحات شويه، فيقلل الضغط على كريم الدبيس. رجع لك علي معلول. لازم اغير، لازم الروتيشن اللي بيشتغل تحت الفيرود اللي هو الشادو الاسترايكر اللي تحت الكهرباء يكونوا فايقين. طاهر، تاو، رضا، حسين، عبد القادر، قفشه، كريستو، ايا كان من الاسماء. عمرك كنت طبيعي بترد وبتقول كل كلمه بواقعيه في المؤتمر بتاعك. ثباتك الانفعالي انطبع على لعيبتك، ابتدى لعيبتك تتشتت. يوصل بينا امبارح احنا يعني لعيبه النادي الاهلي وبنكلم وبنحلل في احد القنوات ان احنا نقول شتت يا رامي، اربط يا محمد عم منعم مع رامي ومع الشناوي، غطي يا رامي من ظهر محمد هاني. ايه ده؟ احنا اللي بنقول الكلام ده لينا؟ طب كويس قوي انك ذكرت نقطة مهمة يا كابتن عمرو، وحضرتك طبعا أحد المدافعين اللي كانوا في الأهلي في فترة مهمة جدا في التسعينات. هل بتيجي على فرقة في توقيت معين التيم بالكامل ممكن يبقى داي أوف؟ لا كامل، لا مستحيل. كامل لا مستحيل. بص هقول لك على حاجة. محمد عبد المنعم بيتعلم من أخطائه، أو مش هقول من أخطائه، هي ما تجيش، مش هتيجي كلمة أخطاء، هتيجي كلمة يعني معناها أفضل من كده. الثقة الزيادة عن اللزوم، امكانياتك تسمح لك، طريقه لعبك وطريقه مراوغتك عشان كنت في يوم من الايام فرويد تسمح لك بده، بس العدوى من زميلك هسبب لك قلق. ما انا عايز اقلده، ما انا عايز ازيد بواحده يمكن يبقى شكلي حلو، عايز ابقى في الصور. انا قلت قبل كده يا محمد كل مساكين النادي الاهلي المفروض كانت اتعدت من بدر بنون من ادائه وثباته وهدوءه وتحضيره من الخلف. تمام. انت امبارح في ربط ما بين الشناوي ومحمد بقالها سنين ما شفتش التشتيت ده، التركيز ده. كنت قليل التركيز، كنت مش يعني حتى في البدايه محمد هو بيحضر اثنين، واحده لعلي معلول واحده لمروان، لا مش رايق، الكتاف مرفوعه وبيحضر وهو واثق ان الكره هتبقى صح. لا الماتشات اللي زي دي ممكن تخلص بجون، يعني امبارح في اخر دقيقه لو الكره دخلت جون هنقعد نقول يا ريتنا 90 دقيقه لعبنا بالاسلوب الفلاني. اكيد. لا. طيب لازم نتكلم نقطة مهمة يا محمد. اتفضل. لازم اللعيبة وجماهير المحب النادي الأهلي يعرفها. عمر لعيبة النادي الأهلي ما كان
ادائهم الفردي في انانيه زي امبارح، تملي كنا بنقول، ادائك الجماعي وادائك البدني يتغلب على امكانيات اي فريق، فكله كان بينكر ذاته مين يجيب جول. انت امبارح كل واحد عايز هو اللي يجيب الهدف، كل واحد عايز يترجم فردي واروح اجيب الجول. طيب عايز اسدد تسديده معينه. نستفيد بده ازاي يا كابتن عمرو بقى لماتش صن داونز؟ لان انت بتتكلم في 72 ساعه ومدرسه غير المدرسه اللي بتلعبها خالص. هقول لك على حاجه، انا جربت ولعبت معاهم قبل كده، جربت ولعبتهم مره واثنين وعشر من ايام موسيماني وايام فايلر ودلوقتي كولر، ولعبت قبل كده كولر وحققت تارجت وخدت بطوله افريقيا. الاحتواء الموجود دلوقتي احتواء نفسي. هديك فكره صغيره بمليون جنيه. اتفضل. بس تديني المليون جنيه. لا اديني المليون وخد انت الفكره. اهم نقطه. اتفضل. كنا زمان بنقول جلسه كابتن محمود الخطيب فيها اكسير الحياه. صحيح. دي الحقيقه. حقيقه. والله لو هيوصل بيا ان انا اسجل للكابتن محمود بره واصورها للعيبه وتتحط على السوشيال ميديا رسمي وهو بيخاطب اللعيبه، انا بقول لك دي نقله، دي اكسير حياه، دي هخرج من غرفه العنايه المركزه واخش بقلب جامد لو سان داون فول تيم، لو سان داونز فول تيم ولا هيفرق معايا. كابتن محمود عنده حته فيها امور نفسيه بيني وبين اللعيبه. زمان ايامنا كان الكابتن صالح واحنا موجودين ساعه ماتش الاسماعيلي 4-3 الكابتن محمود الخطيب دخل لنا وابو الذهب ومشير وجمال السيد. لا لا لا، في حاله الراجل ده قعد معاهم قبل كده قال لهم انتوا قصاد افريقيا، انتوا الابطال، ما تقلقوش، انتوا ما تزعلوش، ما تزعلوش الجماهير دي كلها. الكلام ده مهم جدا. صح. مين اللي يقدر يقوله دلوقتي؟ كبار الفرقه الشناوي وعلي معلول كابتن خالد بيبو والاسماء الكبيره قفشه والناس دي. بس في حاجه عند الكابتن محمود مختلفه. مجرد ما هيتكلم انا المحاضره دي بالنسبه لي اكتر من محاضره الماتش، اكتر بكتير من توجيهات الخواجه ليا. انا عارف الكابتن محمود هيتكلم طبيعيين. مش عايز حد غلط. حد كابتن عمرو ارجع بس للمكان اللي كنت فيه عشان الشبكه ابتدت. الاهلي ايوه اللي بيغير زي اللي بيلعب، مفيش فرق بين الاثنين. تمام. اللي بيأدي لي هو رقم واحد. فانا محتاج دي، محتاج ان انا اسمع اغنيه يعني وطنيه بس من اسم الكابتن محمود في مجموعه كلمات وليست اغنيه، في مجموعه كلمات تحفزني توصلني للحاله النفسيه ان انا رايح احرر غزه، انا رايح احرر الاقصى، انا رايح الماتش اعمل ده. اللعيبه قد ده، ولعيبه النادي الاهلي لما بتتحط تحت ضغط بتبقى قد المسؤوليه. تمام. طيب متفائل ان شاء الله، يعني رغم ان ضيق الوقت ما بين الذهاب والاياب يا كابتن عمرو، يعني الحد والاربع، اذا ما كانش الاربع يبقى الخميس، بس يعني خلينا نتعامل مع الامور الرسميه لغايه دلوقتي، حد واربع. لو هنلعب كل يوم، طالما جواك تحدي تقدر تتخطى. هلعب كل يوم. اه في نقطة مهمة جدا يا محمد برضه لازم تتقال، ولو يا رب يكون صوتي واصل للعيبة. أنا كمدير فني ممكن دي مش واصلة لي عشان أنا بتكلم بالاحترافية إن أنا جاي من سويسرا ومن ألمانيا، لا. كابتن خالد بيبو الاحتواء للعيبة بالكامل، أقفل على نفسي، مفيش إدلاء بأي أحاديث بما فيهم المركز الإعلامي الخاص بالنادي الأهلي، اللعيبة كلها تخش، التليفونات كلها تتقفل، هم أربع أيام هيخلصوا الموضوع، ما أكتر من اطمئنان لأهلي والأهلي اللي موجودين ولولادي، وأكمل تركيزي. هو ده المكسب، هو ده المكسب، المكسب المكسب هو التركيز، المكسب هو روح الفلنة الحمراء، المكسب مشاعر الملايين من جماهير النادي الأهلي اللي مستنية البطولة دي بفارغ الصبر، ومش صعبة، وعمري ما هقول 50-50، لا 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 لا، هي النهائي هيبقى كالآتي. سان داونز الأربع فرق، سان داونز لا، هيبقى هم معروفين الأربعة، الأهلي وسان داونز الوداد والترجي. أنا اللي بقول لك مش هيختلفوا عن دول. ثلاث فرق من شمال أفريقيا وفرقة من جنوب أفريقيا، خلاص. في قرعتي لو هيجمعوا منتخب جنوب أفريقيا أنا عارف أنا هعمل إيه. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله. كابتن عمرو حديد أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وكانت تفاصيل مهمة جدا محتاجين نتكلم فيها مع أحد لاعبي